اهلا بيكم، انا دكتور احمد. في الفيديو ده عايزين نتكلم مع بعض على ايه افضل خطوات اعملها عشان اكسر الصيام بتاعي، وايه هي افضل الاغذية اللي المفروض اقدر اكسر عليها الصيام بدون ما اعمل انسولين سبايك او ارفع الانسولين في الدم، وفي نفس الوقت اخد افضل الفوائد الصحية من الصيام. الفيديو اللي فات عملته على ايه هي الاغذية الممنوع ان انت تفطر عليها او تكسر عليها الصيام بتاعك، جري وراها اسئلة كتير. طب ايه افضل حاجة انا اكسر عليها الصيام؟ ولذلك قررت اعمل الفيديو ده. يلا بينا نفهم تغذية وندردش في الموضوع ده بالتفصيل. الحقيقة أفضل حاجة تكسر عليها الصيام بتاعك هي أي مادة غذائية تحتوي على اللي احنا بنقول عليها بروبيوتيك بكتيريا. ليه البروبيوتيك بكتيريا؟ دي بكتيريا مفيدة جدا للجسم بتاعنا والجهاز الهضمي بتاعنا بالذات، و خصوصا لما اكون انا قاعد فتره طويله صايم وما عنديش اي حاجه في المعده او المعده تقريبا فاضيه، واخد عليها ماده غذائيه فيها بروبيوتيك، اشهرها واحسنها وافضلها الزبادي واللبن الرايب الاثنين. ان انت تاكل كوبايه زبادي او تشرب كوبايه لبن رايب، دي افضل حاجه تكسر عليها الصيام. ليه؟ زي ما قلنا، لان البكتيريا البروبيوتيك اللي موجوده في الزبادي او اللبن الرايب دي هتبقى مهمه جدا، لانها هتبدا تستبدل اي بكتيريا ضاره موجوده في الايه في الجهاز الهضمي بتاعي. ولذلك من افضل الحاجات اللي تكسر عليها الصيام هي اللبن الرايب او الزبادي. طيب ايه الغذاء التاني او الحاجة التانية اللي ممكن تكسر عليها الصيام برضو؟ هي الشوربة او شوربة العظم، او بيسموها البون بروث او شوربة العظم او شوربة اللحم. طبعا دي من الحاجات المهمة قوي اللي بيبقى فيها حامض الامين جلايسين المشهور، وده الحقيقة من الحاجات الكويسة جدا اللي بتساعد انها في جدار الامعاء الرفيع، ان هو احنا عارفين في حاجة اسمها الجت ليكينج او ليكي جت. طبعا دي بتيجي ان بعض جدار الامعاء بيبقى في بعض الاحيان بيسرب بعض النوع من انواع الاغذيه اللي ممكن تعمل مشاكل اخرها حساسيه في الاكل، احنا بنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل. فالحامض الامين جلايسين اللي موجود في الشوربه ده بيساعد على انه يرمم الجزء اللي احنا بنسميه الجات لايننج، اللي هو الجزء المهم جدا، او الميكوزال لايننج اللي هو الجزء اللي فيه اللي احنا شايفينه ده، وبناء عليه احنا شايفينه في الصوره ده، وبناء عليه بيساعد جدا اني اعمل ريسيت للموضوع ده، يعني ايه اعيده تاني لبدايته، وبناء عليه يبقى كويس جدا جدا جدا. يبقى يا اما افطر اول حاجة على البون بروث او الشوربة دي وراها الزبادي، او وراء الزبادي وراء الشوربة، الاتنين كويسين جدا. الحاجة التالتة ابدأ اخد على طول الخضار. الخضار ده من الحاجات المهمة جدا، لان فيه الياف، سواء كان خضار ستيمد يعني مسلوق بالبخار على البخار طبعا، او مسلوق في المية عادي، ده من الحاجات المهمة جدا جدا، او الخضار الفريش اللي هو مش مسلوق، الطازة العادي يعني، ده من الحاجات المهمة جدا اللي بتدي غذاء للبكتيريا النافعة عندنا في الجهاز الهضمي، وبناء عليه بتحسن جدا جدا من حاجات كتير او اسمها الميكروبايم، وبناء عليه بتحسن كتير جدا 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 من المشاكل اللي ممكن تقابلنا في الجهاز الهضمي. يبقى كويس قوي ان انا ابدأ على طول بعد ما اخد الشوربة والزبادي او الزبادي وبعدين الشوربة، ابدا على طول اخد الايه الخضار بتاعي، وده هنتكلم في فيديو وعلى كده ليه اهمية كتيرة جدا ان انا ابدا بالخضار. بعد كده الخطوة الرابعة، اقدر اكل البروتين، وخاصة البروتين الحيواني طبعا المهم جدا. لو انت ماشي على نظام نباتي الحقيقة ما انصحكش انك تكمل عليه، وهنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل، انما الافضل حاجة ان انا اكسر بعد كده او اكل بعد كده البروتين الحيواني بتاعي، علشان ده هيخلي معدل ارتفاع السكر في الدم متوسط، ما هوش حاد، وبناء عليه ارتفاع الانسولين ما يبقاش هو كمان حاد. يبقى دول باختصار شديد قوي، فيديو قصير سريع، ايه الخطوات اللي ابدا عليها الفطار بتاعي او اكسر عليها الصيام. على فكره الكلام ده تنفع تعمله برضه في رمضان، مفيش اي مشكله. اول حاجه زي ما اتفقنا اشرب الشوربه، ودي مهمه جدا، قلنا انها بتحسن جدا من اللي احنا اتكلمنا عليه الجاد لايننج، او الجزء اللي هو فيه الامعاء اللي ممكن يحصل فيه مشكله ويسرب بعض الاكل. الحاجه الثانيه، اي غذاء فيه بروبيوتيك واشهرها وافضلها هو الزبادي او اللبن الرايب. الحاجه الثالثه، اكل الخضار عشان الفايبر مصدر كويس جدا للالياف، اللي هي الالياف دي مصدر كويس جدا للبكتيريا النافعه عندي في الجهاز الهضمي، ودي مهمه جدا. اخر حاجه خالص، ابدا اكل البروتين بتاعي، واتفقنا انه يفضل انه يكون بروتين حيواني مش بروتين نباتي. يا رب يكون الفيديو واضح وعجبكم، وعرفنا ايه التسلسل او ايه الخطوات اللي انا اكسر بيها الصيام اللي تديني افضل واحسن حاجة صحية ليا بعد الصيام، خاصة بعد الصيام ال 16 ساعة ده. انت كده ممكن عندك فرصة كويسة جدا ان انت تصلح حاجات كتير جدا في جهازك العظمي لو مشيت بنفس الخطوات دي تاني. هي خطوات تاني بسرعة،
اول حاجه الشوربه، تاني حاجه حاجه فيها بروبيوتيك زي زبادي او لبن الرايب، تالت حاجه الخضار سواء كان طازه او مسلوق، اخر حاجه البروتين الحيواني، وبعد كده تبدا تاكل اكلك الطبيعي اللي انت عايزه زي ما احنا عارفين واتكلمنا عليه قبل كده في الفيديو بتاع اللو كارب لو انت ماشي على الدايت بتاعي اللي انا اتكلمت عليه اللي هو هيظهر لك هنا لو انت ما تعرفوش او ما شفتوش قبل كده. اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.